أنا مرة تانية وبنروح لموضوع بنناقشه مع ضيفنا الكريم، موضوع في غاية الأهمية، وهو عن أسبوع القاهرة للمياه للعام الثالث. له أهمية الحقيقة كبيرة جدا كمنصة للحوار ما بين المهتمين بقضايا المياه لتشجيع الأفكار الجديدة اللي بتعزز من أهمية المياه، حيث استطاعت الدولة المصرية الحقيقة تحويل الصعاب لمكتسبات مهمة جدا. عقد الأسبوع تحت شعار الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة، وكان للمؤتمر العديد من المحاور مهمة جدا هنلقي الضوء عليها من خلال لقائنا بالأستاذ الدكتور أيمن عبد المنعم الجمل، نائب مدير معهد بحوث الشواطئ ورئيس قسم الجيولوجيا البحرية واستشاري الإشعاع البيئي. أهلا بحضرتك معنا وصباحك جميل، كل سنة وحضرتك طيب وانت بالصحة والسلامة. نفس احتفالاتنا المولد النبوي الشريف. كل سنة طيبة. وعيد الحب كمان. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيبة وكل المجموعة اللي شايفانا طيبين إن شاء الله. حضرتك طيب. أستاذ الدكتور أيمن عبد المنعم الجمل، مهم قوي إن احنا نتكلم عن هذا الأسبوع، أسبوع القاهرة للمياه وللعام الثالث، ده معناه إن قد إيه هو لقى نجاح كبير جدا. هو فعلا كان لقى النجاح في الأسبوع الأولاني بشكل غير مسبوق. تمام. وكان وزارة الموارد المائية والري هي اللي كانت الليدنج في الأسبوع ده، واستضافت مجموعة من على مستوى العالم كبيرة جدا ومتخصصة في موضوع المياه، فكان تجمع هايل بصراحة. فده اللي شجعها انها تعمل السنة اللي بعديها والسنة دي، بس السنة دي كانت لها يمكن يعني حاجة خاصة شوية عشان مواجهتنا الفيروس كورونا. بالظبط كده. فكان بقى هل هنعمل ولا مش هنعمل المؤتمر. انا طبعا مش بتكلم بصفة مندوب من حد او حاجة، انا بتكلم كراجل علمي بحت. تمام. فكانت احنا كلنا كنا متوقعين انه مش هيتعمل المؤتمر. ليه؟ لان بيبقى في تجمع كبير جدا وفي تقارب مع الناس وكده. بس الوزارة قالت المفروض ان هي ان شاء الله هيتعمل المؤتمر. هيتعمل. تمام. وبالفعل تم، وعملوا اجزاء كتيرة من الجلسات كانت اونلاين، اللي هي ايه كل واحد في مكانه. حلو. في البلد بتاعته في المكتب بتاعه وبيشارك. ومش بيشاركوا بس، ده ممكن يتسأل ويسأل، ويعني تبقى الموضوع كأنه بالظبط قاعد معانا في تباعد، ولكن في حضور وفي مناقشات ومحاور مهمة جدا بيتم القاء الضوء عليها. طيب. ودي برضو كانت يعني فتحت الباب لموضوع مهم جدا، يعني في مجموعة مثلا من العلميين تلاقي عالم كبير بس يمكن مع سنه او ظروفه مش قادر يتحرك قوي، مش قادر يروح يحضر يدي محاضره قوي. لا بس بالشكل ده وهو في بيته وهو في مكتبه في البيت ممكن يدي محاضره ويتسال ويسال ويوصل علمه اللي قدر يكتسبه مدى السنين الطويله دي بمنتهى البساطه. فدي كانت برضو اشاره كانت حلوه ان لا الموضوع كورونا مش هيوقفنا. لا احنا مصريين ما حدش يقدر يتحدانا. هنتحرك هنتحرك. بالظبط كده. طيب. نتكلم عن المحاور المهمه اللي دارت بداخل هذا الاسبوع. هو كان في تقريبا خمس محاور رئيسيه. اول محور طبعا اللي هو التعاون ما بين كل الناس اللي شغالين في مجال الميه ومصادر الميه على مستوى العالمي وعلى المستوى طبعا المصري. ده كان اول محور اساسي. المحور الثاني كان على موضوع استدامة المياه، المياه والتنمية المستدامة، ازاي ان احنا نحافظ عليها لنا لولادنا ولولاد ولادنا وكده، بحيث نحافظ عليها على قد ما نقدر. النقطة اللي بعد كده كانت على موضوع التغيرات المناخية. التغيرات المناخية وتأثيرها وعلاقتها بالأمن المائي كان برضو أخذ جزء كبير من كذا سيشن أو كذا جلسة يعني على العلاقة للموضوع ده. وفي بعد كده كان اتكلموا على موضوع الابتكارات. وحتى موضوع الابتكارات كان فيه برضه حاجه جميله ان شجعوا الطلبه بتوع كليه الهندسه المتخصصين في الري يقولوا البحث بتاعهم اللي هو بتاع البكالوريوس اللي هو بيسموه المشروع ده. جميل جدا. اعتقد الفكر ده جديد. كان فكره جديده السنه دي. حلو قوي. وبحس ان كل جروب بيبقى مشترك في مشروع معين بيبتدي يقوله ويعمل كمان جايزه للمشروع اللي هو اللي بيكسب. فكانت يعني فكرة كانت جميلة المرة دي على موضوع الابتكارات، وطبعا الأبحاث فيها ابتكارات وفيها غير الشمس الصغيرة. طبعا الموجود معانا على الشاشة هو هي دي المحاور. أيوة دي المحاور اللي دارت من خلال الأسبوع المياه. المحور الخامس كان على موضوع ارتباط المية بالأكل بالطاقة.
كان في اللي هي لجان اتعملت او مشاريع اتعملت كبيره قوي حاليا شغاله دلوقتي من حاجه اسمها وحدات التميز. أيوة. فعاملين في كل جهه معينه، مثلا جامعه اسكندريه واخده الميه، في جامعه عين شمس، وفي كده كل جامعه واخده جزء اما طاقه او غذاء او ميه. فطبعا ده اتكلموا على موضوع الميه عموما واهميته، وازاي اللي احنا لازم نحافظ عليه ونطوره ونكتر المساحه المائيه اللي عندنا باي شكل ما يعني. فده كان موضوع برضو اللي هو المحور الخامس، يعني المحور الخمسه اللي هم التنميه المستدامه والتعاون والكلايمت تشينج اللي هو التغير المناخي والابتكارات، والثلاثه اللي هم الامن المائي وبتاع الطاقه والغذاء. ده مهم قوي. طيب حضرتك قبل ما نتكلم عن البحث اللي حضرتك قدمته في هذا الاسبوع للقاهره المنيه، حابه ان انا يعني شغف مني واكيد السادة المشاهدين عاوزين يعرفوا ابنائنا الطلبه اللي قدموا بالبحث الخاص للتخرج، هل لقى اقبال جداً عليه جداً نجاح جداً، وكان عن ايه؟ كان يعني بيمسكوا مناطق مثلا بيدرسوها دراسه، احنا كمعهد بحوث شواطئ كمعهد متخصص بنعمل نفس شغل حاجه كده كده، يعني بيدرس بالظبط البيئه المائيه وازاي يدرسها صح وازاي يعملها يعني بطريقه فعلا عايز اقول لك يعني متخصصه جدا. وطلع نتائج هايله لدرجه ان معالي الوزير في الاخر قال لهم انتوا خلصوا ومكانكم معانا. من مش عايز اقول لحضرتك من كتر الشطاره اللي هو كان بيلاقيها معاهم، وان هم عندهم قدره ان يعني يقولوا كمان نتائجهم بشكل ما فيهوش اي مشكله، في ثقه بالنفس كده يعني، ونتائج فعلا مبشره وكويسه. فقال لهم لا انتوا ممكن تكونوا معانا ان شاء الله، يعني عايزه حاجه يعني مشجعه جدا بصراحه. طيب احنا يهمنا برضو نتعرف على البحث اللي قدمه الاستاذ الدكتور ايمن عبد المنعم الجمل في هذا الاسبوع. تمام. هو البحث اللي انا كنت قدمته كانت عباره عن فكره يمكن ايه ممكن تكون جديده شويه كحل للمشكله بيئيه. يعني بصفتي انا كراجل ما يعني دراستي كانت في البيئه اساسا وفي البحر. فكان عندنا في المحطات التحليه، محطات تحليه الميه سواء كانت اللي هي الريفرس اوسموزيس او اي كانت مع موضوع التحليه، انا باخد ميه من البحر، ميه البحر دي مالحه. تمام. ملوحتها لو قلنا كرقم احنا كمثلا في اسكندريه بتوصل حوالي مثلا 39 في الالف. تمام. طب انا اخدت الميه المالحه دي انا بعمل تحليه ليها، تحليه معناها ايه؟ هسحب الميه اللي عدى منها وهسيب الاملاح جوه. فبالتالي بينتج من موضوع التحليه ده حاجتين، ميه عذبه اللي احنا بنشربها العاديه دي. أيوة. وميه ثانيه بتزود الملوحه اللي انا اخدت ميه العذبه بقيه الميه المالحه ايه بقى؟ بزودها على الميه الايه اللي عندي، فدي بتتسمى برايز او ميه خلاص انا مش عايزها، بس بتبقى لها صفه استفيد ملوحتها فيه عاليه جدا. فبيجربوها في البحر لانها ملوحتها عاليه جدا. أيوة. يعني مثلا لو حضرتك سحبتي ميه 39 في الالف، الميه اللي هي المالحه الزياده دي بتبقى حاجه و60 في الالف. هنا انا يعني انا مش متخصصه في هذا المجال، ولكن يعني اقتراح، هل ما فيش مثلا المصانع اللي بتصنع الاملاح ممكن احنا نستفيد بهذه الملوحه العاليه وتدخل في الصناعات؟ ممكن يعني ممكن. بس حضرتك دلوقتي بتتكلمي على كميه رهيبه من الميه بتسحبيها عشان تاخدي منها الميه العذبه، وكميه رهيبه برضه بتطلع متبقي كتير. فدي عايزه فعلا تكنولوجيا جديده تتحط عشان ناخد الملح منها ونستغلها. فيعني ادي حضرتك ببساطه شديده ايه الفرق في الملوحه دي. يعني مثلا لو عندك سمكايه، سمكه دي عايشه في ميه بحر في الملوحه اللي احنا قلنا عليها 39 دي. لو جبتي حضرتك السمكايه دي وحطيتيها في نهر النيل في ميه عذبه، ايه اللي هيحصل لها؟ هتموت طبعا. هتموت ليه بقى؟ لان كل الميه اللي في الميه العذبه هتخش جوه جسمها وهتتنفخ وهتموت في الاخر. نفس القصه لو جبت ميه مثلا لو جبت سمكايه زي البلطي مثلا عايش في ميه النيل طول عمره في ميه عذبه، وجيت رحت رميه في ميه البحر. أيوة. ايه اللي هيحصل؟ هيموت برضه. كل الميه اللي جواها هتطلع. هتطلع لبره. فبالتالي يبتدي ينكمش 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 لحد ما يموت خالص. فاذا الملوحه ده عامل مهم جدا. أكيد. فمن ضمن الحاجات اللي بتنتج من محطات التحليه اللي هي الميه اللي احنا بنسميها البراين دي. فالبراين دي مشكله بيئيه،
طب احكي معانا صوره يا دكتور لو حد حضرتك. دي بقى يعني هتكلم عليها دلوقتي. حاضر. فكانت فكره البحث بتاعتي ان انا ما اخدش ميه من البحر. اخد ميه ليه اساسا ملوحتها 39؟ ليه؟ ما انا عندي مصادر على الساحل زي ما حضرتك في الصوره اللي فاتت دي. فيها ميه بنسميها احنا بالانجليزي براكش ووتر. براكش ووتر معناها ايه بالعربي؟ ميه قليله الملوحه. ما انا ابتدي موضوع التحليه بتاعتي بميه قليله الملوحه. أيوة. فبالتالي لما هيطلع بقى ميه شديده الملوحه هتكون زي ميه البحر. فمش هتعمل لي مشكله بايه خالص. ايوه. تمام. فبالتالي مش هتعمل لي مشكله بايه خالص. انا عندي هنا مثلا على الساحل زي ما حضرتك شايفه في الصوره مثلا دمياط، فرع دمياط وفرع رشيد. فرع رشيد احنا قسنا يعني لقينا مثلا متوسط في المنطقه الاخيره اللي بعد ادفينا، قناطر ادفينا والبحر، الملوحه بتوصل 23 وكسر. يعني لو انا لو حليت الميه من الميه دي هيطلع الميه اللي هي عاليه الملوحه قريبه جدا من ميه البحر. من ميه البحر. يبقى مفيش مشكله بايه خالص عندي. ونفس القصه في برضه فرع دمياط، من اول سد فرسكور لحد البحر لقينا الملوحه بتوصل حوالي 25.6، يعني برضه نفس القصه. طب انا عندي كمان بحيرات شماليه، انا عندي بحيره مريوط لقيناها بتوصل في اماكن فيها 4 بس و25% عندي الملوحة. نسبه الملوحه. تمام. عندي بحيره ايدكو 20.1%. طب التقليل في النسبه دي ده بيدل على ايه؟ ده بيدل على ان الكميه دي اساسا ميتها مش جايه من ميه البحر، دي جايه من ميه الصرف، جايه من ميه الايه اللي هي من النيل الطبيعي للبلد، عشان ميه النيل بتبقى. ده هيفيدنا في ايه؟ ما هيفيدنا ان المشكله البيئيه الاساسيه لموضوع الميه اللي عاليه الملوحه قوي دي اللي ممكن تاذي البيئه لا اتحلت. تمام. بس انا بقى زودت حته بقى زياده كده في البحث، يعني قلت لا ده انا ممكن بقى اعمل مزارع سمكيه من 3 انواع من الميه. ادي المياه الاساسيه اللي هي المياه البراكش ووتر اللي هي المياه قليله الملوحه. تمام. يبقى اعمل مزرعه سمكيه فيها سمك يقدر يعيش صالح للمعيشه في المياه دي اللي هي قليله الملوحه، زي انت عندك بوري وبولتي والكلام ده كله ممكن يعيش في المياه دي. تمام. بس نعمل له طبعا موضوع اقلمه بحيث ان هو يعيش عادي مفيش مشكله. طبعا انا عندي اساسا مياه فريش ووتر، يعني عندي مياه عذبه. المياه العذبه دي بيعيش فيها طبعا البولتي ببساطه شديده والبوري برده ببساطه شديده، يعني عندي ممكن اعمل مزرعه سمكيه ميه عذبه، ممكن اعمل مزرعه سمكيه ميه ايه نص ملح. طب الميه المالحه اللي طالعه بقى دي ممكن قبل ما ارميها في البحر اعمل بقى مزرعه سمكيه هي كمان واربي فيها سمك بحري. ايوه. زي الدنيس، يعني عندي في دنيس وعندي في القاروص والكلام ده ممكن جدا يتربى فيها، ممكن الجمبري يتربى في نفس المزرعه دي. يبقى انا كده عملت 3 انواع من المزارع، من ميه اللي انا اساسا بعمل لها تحليه من ميه نص ملح. وعندنا في الساحل كتير، يعني عندنا في الساحل عندنا بحيره مريوط زي ما قلنا 4 وكسر، عندنا بحيره ايدكو 20 وكسر، عندنا بحيره البرولوس 25 وكسر، عندنا بحيره المنزله برده 17 وكسر، يعني كل ده ارقام وسطيه. فالناتج اللي هيطلع كميه مالحه جدا هتبقى ميه ممكن ببساطه شديده لو انا مش عايز ارميها في البحر. وبرده الميه اي مزرعه سمكيه بتبقى عباره عن زي حوض، سواء حوض مبني او حوض محفور في الارض، فانا بدخل ميه وبطلع لازم ميه عشان الميه تتجدد. أيوه. فممكن مع الميه اللي هي الميه العذبه دي، الميه اللي انا بطلعها عشان تتجدد ديت اخدها ادخلها مع الميه اللي هي الملوحه العاليه شويه صغيرين تقلل ملوحتها اكتر. يعني كل الحاجات دي لازم الواحد يفكر في حاجه زي كده. دي برضه هتفيد لاصحاب المزارع السمكيه. او حتى تفيد البلد. والدوله طبعا عامله مزارع سمكيه كتيره جدا. يعني عند حضرتك احواض سمك كتيره جدا، فممكن ان احنا بنستغل هذه المياه دون اهدار المياه وعمليه التحليه والفصل الملوحه وعمل منها احواض خاصه مهيئه لمعيشه بعض من انواع الاسماك. دي امر مهم جدا. يعني عند حضرتك مثلا شرق رشيد في مزارع سمكيه الدوله عاملاها بكميه كبيره جدا وعدد كبير جدا. مزكوة. وبرده جنب رشيد. احنا خدنا لو اخذنا من نفس بغاز رشيد الميه اللي هي نص ملح ديت هنغذي ممكن 3 انواع من المزارع عندهم. يعني كل مزرعه هتبقى لوحديها يعني. أيوة. يعني ده كانت فكره البحث الاساسيه ان انا اتغلب على مشكله الميه الشديده الملوحه دي
لانها فعلا بتاثر على البيئه. عمليه تنفيذ هذا البحث دكتور ايمن هل في صعوبه ولا يعني ولا ممكن صعوبين ايه مثلا ممكن تبقى متاحه ونستفيد منها كدوله؟ والله ممكن جدا تستغل وممكن جدا تنفذ، لان زي ما بقول لحضرتك الميه اللي هي النص مالحه دي موجوده عندنا. تمام. فمش هندور عليها ولا لا، دي موجوده اوريدي بالفعل وبكميات ما شاء الله كويسه يعني. فممكن جدا تستغل، وعندنا مزارع سمكيه دلوقتي البلد بقت مليانه مزارع بالزبط. فممكن نستغل نفس القصه. بس انا اللي يهمني في القصه زي ما قلت لحضرتك ان بحل مشكله بيئيه مؤرقه. أيوة يعني تخيلي مثلا ايه انبوبه عماله بتنزل لك ميه مالحه قوي 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 ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، البيئه البحريه دي كلها بتتغير. بتتغير، وفي كائنات ما بتقدرش تستمر وفي كائنات بتقدر تهرب، تبقى البيئه دي مختلفه عن الاصل بتاعها. انا بحيي حضرتك على هذا البحث، الحقيقه بحث رائع وجميل جدا، وبامل ان الدوله بالفعل تستفيد من خلال هذا البحث، لان ده هيوفر كتير جدا في استهلاكنا للمياه، وفي نفس الوقت بيساعد على تقليل التكلفه لاحواض السمك اللي موجوده من خلال المشروعات القوميه اللي بتقيمها الدوله. مهم قوي ان احنا برضه نروح للابحاث الاخرى اللي تم عرضها من خلال هذا الاسبوع. طيب، هو اتعمل ابحاث بقى بكميات كبيره يعني، ومنها كتيره كانت اونلاين اللي هي عن طريق البرامج التحدث عن بعد يعني. يعني اول بحث اتقال كان على يعني انا اخترت مجموعه منهم بصراحه، مش هقدر اقول المجموعه كلها يعني. فاول بحث كان لو كانت جايب له حتى صوره في ما اعرفش لو هتقدروا لو تكرمتوا يعني. احنا الحقيقه عرضنا صور كتيره جدا، ولكن الحديث عن البحث لحضرتك هو اخذنا شويه. نرجع نعرض برضو تاني الصور ونشوفها. في مجموعه عندنا في المركز القومي لبحوث المياه جايبين نموذج لمحطه تحليه ميه بطريقه الريفرس اوسموزس اللي هي التناضح العكسي. في هنا الصوره دي؟ ايوه هي دي. هي دي. فديت دي موجوده اوريدي موجوده في المركز القومي لبحوث المياه، يعني بتقدر تعمل تحليه ميه. دي طبعا يعني نموذج للتجربه، انما فبتعمل بكميات مش كبيره جدا، بس المهم انها نفس الديزاين ده او نفس التصميم ده بينجح انه يعمل تحليه ميه لميه مالحه وميه كمان نص مالحه وميه قليله الملوحه يعني. فممكن جدا نفس الفكره اللي انا كنت قلت عليها دي حاجه زي كده ممكن تستغل يتدخل البحثين مع بعض ويبقى حاجه هايله جدا. يبقى حلو جدا انها تقدر تعمل نفس الديزاين ده، يقدر يعمل تحليه ميه كمان النص مالحه الميه النص مالحه. فطلعت نتائج كويسه جدا برضو منها يعني. في البحث اللي بعديه مثلا لو شفنا الصوره اللي بعديها. ايوه. عن ايه بقى من ضمن الابحاث اللي هي موجوده؟ هو البحث اللي بعديها كان على موضوع كان عاملين احنا في معهد وكان المركز القومي لفرص المياه مشروع على حاجه اسمها خط الحظر للبحر الاحمر. ايوه يعني عارفه حضرتك معناها هو خط ده؟ الحظر. ايوه. فكان في دكتور عندنا في المركز اسمه دكتور رامي، فقال المحاضره دي كانت محاضره شيقه جدا يعني، فعرض ايه النتائج اللي احنا عملناها. يعني عشان بس اقرب لحضرتك موضوع خط الحظر ده معناه ايه؟ معناها انا لو رحت على شط البحر مش من حقي اني اعمل فيلا لازقه في البحر طبعا، ولا ارجع شويه ولا لا، ليها مسافه معينه طبعا. والبحر الاحمر بالذات مختلف عن البحر المتوسط، ان في جبال وفي مناطق فيها صخور وفي مناطق فيها رمله، والرمله دي مسافه قد ايه. فاحنا كنا عاملين المشروع ده عشان نحدد الصفات بتاعه البحر الاحمر كله، خليج العقبه وخليج السويس من هنا ومن هنا والبحر الاحمر كله لحد الاخر، لحد طبعا حلايب وشلاتين عندنا مالناش دعوه بالدوله الثانيه. فده كلها دي كانت دراسه كامله. فهو كان دكتور رامي عرض ملخص احنا جمعنا النتائج ازاي وجمعنا الصور ازاي وجمعنا بحيث تكون النتائج سهله لمتخذ القرار يقدر يوصل للمكان اللي هو عاوزه بكل صفاته. فده كان برضو عرض كان كويس جدا الموضوع. وبعد كده كان في على موضوع تاني كان واحد استحدثه، هو موضوع يعني زي ما تقولي حضرتك ما كانش الناس واخدين بالهم قوي منه، بس في ناس كانت بتستخدمه. هو عباره عن ايه؟ ان انا ازاي اولد ميه او ازاي اكون ميه من الهواء. احنا عارفين توليد المياه من الهواء؟ من الهواء. احنا عارفين الميه ليها ثلاث صفات. ايوه. بخار ميه كغاز. ايوه. وميه اللي احنا زي اللي بنشربها دي وتلج.
يعني الثلاث صور دولت للميه، الميه السائله والغازيه والصلبه. فالميه الغازيه بقى، الميه الغازيه دي اللي احنا بنسميها ايه، كميه بخار الميه الموجود في الهواء بنسميه الرطوبه. فكل ما الرطوبه بتزيد معناها بخار الميه زايد في الهواء. فهو بقى عايز يعمل ايه؟ هو عايز ياخد البخار الميه ده يرجعه الميه تاني. يا ريت على الاقل تقل الرطوبه الحراريه قوي، يعني هنحل مشكله فعلا في البيئه يعني. احنا بيحصل عندنا كده يعني، كل اللي عنده اير كونديشن في البيت تلاقي فيه خرطوم كده نازل، صح، بينزل الميه بيسحب كل دي ميه بقى من اللي هي بخار الميه اللي حولها لسائله، يحولها لسائله وينزلها. هي دي الفكره يعني. بس هو بيستخدم تكنيك تاني غير الاير كونديشن. التكنيك ده ممكن جدا ياخده ويطلع بيه على البحر ويولد ميه شرب. فده مثلا ممكن ينفع مين؟ ينفع الناس اللي هم شغالين في الساحل مثلا، حرس سواحل، واحد راح مثلا في حته بعيده ما فيهاش مصدر ميه قريب، فده ممكن يديله ميه يعني مثلا ايه. بس هي بتبقى لها شروط، فيها شرطين اساسيين. اول شرط يكون الرطوبه عاليه شويه، بتكون اكتر من 40% عشان الشرط ده يتحقق. تاني حاجه درجه الحراره تكون عاليه نوعا ما، اكتر من 20 درجه مئويه. لو الشرطين دول اتحققوا 40% رطوبه و20% درجه مئويه لدرجه الحراره، يقدر بسهوله يشغل الجهاز ويكون ميه شرب. اعتقد يا دكتور لو الفكره دي تم الاهتمام بيها دي هتحل مشكله كبيره جدا للبيئه على مستوى العالم. طبعا، بس طبعا كميات الاحساس اللي بتنتج منها مش كبيره. يعني هي بتنتج مثلا 3 لتر مثلا. احنا هدفنا ان احنا نحل مشكله بيئيه، ثم الاستفاده من هذه المياه. لان طبعا المشكله البيئيه دي بتاثر على الصحه العامه في نفس الوقت، وليها اكيد مردود ايجابي فيما بعد لما انا استفيد بكميه المياه حتى لو كانت قليله جدا. تمام. انما لو واحد مثلا في صحراء، واحد في الساحل، واحد بيبقى فعلا عايز ميه باي شكل، فالظروف دي اللي هي 40% رطوبه و20% درجه حراره دي موجوده في كل السواحل بتاعتنا تقريبا، فاوريدي متاح. طب ليه ما استغلش حاجه زي كده؟ ودي زي ما بيقولوا ما فيش مواد خام، دي بالميه من الهواء. وفي نفس الوقت عشان اجيب طاقه اشغل الجهاز الصغير دوت بجيبه من السولار سيل او الخلايا الكهروضوئيه، من الشمس او من النور بتكون لي كهرباء اقدر اشغل الجهاز. فده كانت برضو فكره بحث، هي برضو للامانه هي مش فكره جديده قوي، بس هو بيعيد تحييها يعني، بيخليها بيحييها تاني مره تانيه، وبيشجع الناس ان يبتدوا يستخدموا تكنولوجيا زي كده. وفي نفس الوقت ما فيهاش زي ما بقول لحضرتك مواد خام وهيدفع ثمن حاجه، لا ده الجهاز يعني مش مكلفه، مجرد بس الجهاز بس يعني. وتدي له ميه نظيفه ويقدر يشربها وكل حاجه. تمام. فدي برضو كانت فكره برضو في ابحاث ثانيه كانت مقدمه لفت نظر حضرتك مهمه يعني. مهم ان احنا نوضح ان قد ايه ان يعني كل واحد في مجاله بيستفيد بخبرته في تقديم افضل الابحاث اللي بتخدم البيئه بصفه عامه. تمام. في وبرده واحده زميله عندنا في المركز القومي لبحوث المياه اسمها دكتوره سلوى، كانت قدمت بحث، كانت هي وزمايلها كانوا عاملينه، كانوا بيحاولوا يجيبوا يعني مواد من البيئه تقدر تنظف الميه. فطلع في دماغهم الصبار، فقالوا الصبار ده لو استخدمناه للتنقيه، تنقيه الميه هيعمل ايه؟ مش عايز اقول لحضرتك، لقوا نتائج هايله برده، نتائج هايله. يعني في حاجه اسمها السي او دي والبي او دي برضو بالعربي، ان دي مواد كيماويه بتستهلك الاكسجين، وفي مواد حيويه بتستهلك الاكسجين. فلقوا ان المواد ديت اللي بتقلل الاكسجين اكتر من 90% ابتدت تروح، يعني قدروا يتغلبوا على المشكله دي. البكتيريا مثلا زي البكتيريا اللي بيسموها الكوليفورم بكتيريا، اللي هي عايشه في الامعاء والمعده بتاعت الانسان، اللي هي بتبقى كان مجاري اترمت في الحته ديت، برضه وصلوا لنسبه هايله يعني. يعني عايز لو عند الرقم بالظبط وصلوا حوالي 99.9% من التنقيه من الصبار. من الصبار؟ ده يعني ازاي يعني؟ يعني بياخدوا الصبار يجففوه يعملوه باودر مثلا، ويعدي الميه مع طريق الباودر ده، وايه ينقيه، ياخد كل المشاكل دي، الشوائب بقى الشوائب دي. مثلا حاجه زي المنجنيز برضو بينضفوا بمعدل عالي جدا. فدي برضو كانت حاجه جديده، افكار جميله بصراحه يعني. فكله عمال بيفكر، بحس ان ايه يعني يقول فكره جايز طبعا كتطبيقها على سكيل واسع او على مجال واسع مش بسهوله قوي، بس هي موجوده. يعني هو بيجرب حاجه ما كانش حد عارفها
وبيجربها علميا. طبعا بعد كده ممكن بقى يعمل مزرعه للصبار، ممكن يعني يبتدي يتحايل على الموضوع بحيث ان ايه يبقى فيه انتاج اكتر ويعمل تنقيه بشكل اكبر. فممكن جدا الحاجات دي كلها موجوده. دكتور ايمن، مهم قوي ان احنا برضه نوضح لكل الساده المشاهدين مثل اقامه هذا الاسبوع، اسبوع القاهره للمياه للعام الثالث، وتقديم العديد من الابحاث. مقدمي الابحاث اكيد بيقع على عاتقهم موضوع كبير جدا، في نفس الوقت هو يعني ازاي ان انا استفيد بخبره الحاضرين في هذا الاسبوع او هذا الملتقى ويتم تطبيقه او ظهوره للنور. اكيد صاحب هذا البحث او ايا كان البحث المقدم هدفه هو ظهور هذا البحث للنور. كلام حضرتك مظبوط جدا، عشان كده يمكن احنا كشغالين في المجال العلمي احنا بننشر ابحاث في مجلات، بس يعني اللي بيقرا المجلات دي ممكن زمايلي، ممكن عدد قليل منهم بيقراها، او ممكن حسب كل واحد حسب الاتجاه بتاعه. انما لما بتلقى او لما البحث بيلقى في مؤتمر بتفرق. ليه؟ لان بيبقى ناس كتيره قاعدين قصادي وناس كتيره ممكن يسالوني واجاوب وممكن القي يطرح على حضرتك فكره جديده ممكن تضاف لهذا البحث. لا، والفكره اللي انا بقولها خلاص اتقالت قصاد الناس كلها. دي تعتبر برايت اختراع بس طبعا برايت اختراع ككلمه، برايت اختراع دي ليها طريقه معينه. انما دي كفكره اتعرضت للناس. ممكن تلاقي اللي قاعدين كلهم، مش كلهم يكون نفس التخصص، غير اللي غير اما بحث يتنشر في مجله علميه متخصصه. يعني انا لما بفتح اي مجله متخصصه بفتح تخصصي وبقرا فيه. انما واحد يكون قاعد في تخصص قريب مني هيشوف فكرتي هيناقشني فيها، ممكن يربط فكرتي دي مع فكرته هو ده اللي انا عاوز اوصله. ده موضوع مهم جدا يا دكتور ايمن. تضافر الافكار والخبرات وايضا الابحاث، ممكن نطلع ببحث عظيم جدا. يعني انا متذكر مره كنت قلت فكره بحث كانت على اللي هي الشل بتاعت الكائن حي. اللي هي الصدفه بتاعته. فالصدفه كانت معموله بشكل معين، فانا قلت لا، احنا ممكن نستغل الصدفه ديت لحمايه الشواطئ. يعني ربنا خالق الصدفه عامله كده، لها خطوط من هنا. كل خط طوله مختلف عن التاني. فدي صفه يعني ربنا عاملها للكائن ده لحكمه. طبعا. لان الفكره بتاعت الامواج لو موجه جايه مع موجه بنفس الطول الموج بتاعها، يعني كلهم اخوات بعض بالظبط بيقووا بعض. انما لو موجه سابقه موجه بيكسروا بعض، فهنا الاطوال مختلفه فهيكسروا بعض. فانا قلت لا، ما دي الفكره دي نستخدمها في حمايه الشواطئ. وفعلا عملنا بلوكات وصبناها، وكان في واحد معيد عندنا من الشباب يعني ادينا له الفكره ديت ونفذها وطلعت نتائج هايله برضه. والله يعني الواحد ايه بيعمل من الطبيعه كمان يعني. ودي امر مهم قوي يعني تكون حاجه غير مكلفه وفكر رائد الحقيقه. في برضه كان في دكتور زميلنا برضه بحث تاني اتعمل على واحد بيثير موضوع السولار سيل اللي هي الخلايا الكهروضوئيه اللي بتولد تيار كهربي. هو بيقول انا عايز استخدمها في مجال الري. عارفه حضرتك لو رحتي في اي حته في الريف وكده هتلاقي بيستخدمين زي موتور بالديزل. بياخد يسحب الميه وبيوديها في المكان اللي هو عاوزه. قال لا، انا ممكن استخدم برضه موتور تاني بس بالطاقه الشمسيه. ونلغي بقى موضوع الديزل ونلغي موضوع الايه، او طبعا نقلل على قد ما نقدر عشان احمي البيئه. ده شيء مهم جدا. البحث بقى الاخر واحد ممكن نتكلم عنه سريعا اللي هو موضوع الثلاثه اللي مع بعض اللي هي الاكسلنس دي اللي هي مراكز التميز. واحد برضه عرض فكره الميه وازاي نكبرها. كان في صوره حتى هنا فيها الكره الارضيه ككل. بس جايب صوره الكره الارضيه ما فيهاش ميه خالص. وجايب الكوره فيها كميه الميه الحقيقيه اللي موجوده على الكره الارضيه، فنسبتها بالنسبه للكره الارضيه كانت كبيره جدا. ايوه. الميه بقى اللي احنا نقدر نشربها من كميه الميه دي كان جايبها كره صغيره قد كده.
فاحنا طبعا لازم بقى ان احنا يعني نحاول على قد ما نقدر نكتر بقى الكميه دي ونعظمها وننظف الميه بحيث ان احنا نحافظ عليها على قد ما نقدر. أكيد. وطبعا الغذاء والطاقه دي برده من ضمن الاجزاء المهمه جدا. مهمه يعني. جدا طبعا. استاذ الدكتور ايمن عبد المنعم الجمل نائب مدير معهد بحوث الشواطئ ورئيس قسم جيولوجيا البحريه واستشاري الاشعاع البيئي، سعدنا جدا بوجود حضرتك معانا، وبنقدم لك كل التحيه والتقدير للحقيقه التجارب المهمه اللي حضرتك بتقدمها والافكار والتطوير اللي بتخدم البيئه من خلال الابحاث اللي حضرتك بتقدمها. بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله ولكل مقدمي الابحاث في اي مكان. الحقيقه احنا فخورين جدا بالمصريين. شكرا لحضرتك. شكرا.